السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامج سينكرو. ودلوقتي عايزين نعطي ألوان للجانت شارت. طيب ممكن بكل سهولة أروح للبلان وأقول له جانت ديسبلاي أوبشن، فبيقول لي إحنا بنعطي ألوان من خلال التاسك جروب الـ WBS والكاستم والأكتيفيتي كود. طيب ناخدهم واحدة واحدة. الـ WBS Work Breakdown Structure، هقول له إن أنا عايز أعطي لون مثلا اخضر مثلا، وبرضو الليفل 1 نقدر نغير اللون بتاعه وتغير لون التكست لو حابب، وتقول له ابلاي فيبدا يغيره لك بالشكل ده. اقول له اوكي. طيب الكاستم بتبدا بقى تشوف ايه القاعده اللي انت عايز تمشي عليها. تقدر تيجي هنا تقول له مثلا اول واحده البروجكت سامري، وبعد كده الديوريشن. بدل الديوريشن ده ممكن تخليه اي حاجه تانية زي ما انت عايز، مثلا الفاليو او قد ايه خلص من الشغل وهكذا، اي قاعده انت حابب ان انت تضيفها. وبتختار الباك جراوند بتاعتها ايه اللون اللي انت عايزه. اوكي، وبتقول له ابلاي فيبدا يطبق الحاجه دي. اكتيفت كود لما يكون في كود متفعل هنا هو بس اللي ياخد لون مختلف. طيب ممكن بقى نيجي هنا ونقول له ان احنا عايزين نغير، عايز اشتغل بالكاستم او بالكود زي ما انت حابب. ممكن تقول له كاستم كولوم، وتبدا بقى تنقل حاجه مثلا انت مش عايزها، فبتقول له لا وديها الناحيه التانيه وهكذا. حاجه عايزها من هنا فبتسوي سيلكت عليها وتبدا تدفع، وتقدر ترتب اب داون او تقدر تدوس وتسحب. طيب ممكن اجي هنا في الديوريشن واقول له ده انا عايز اعمل فلتر 1D، واقول له اوكي فيبدا يعمل فلتر. طيب عايز الغي الفلتر، هقول له كلير فلتر. ممكن نيجي هنا واقول له كونديشنال فورمات، انا عايز لون معين لحاجه معينه لما اكتر من قيمه او هي قيمه واحده. اقول له مثلا 1D دي خلي الباك جراوند بتاعتها باللون دوت. فانت لو جيت هنا وغيرت خليته 1D يبدا برضه ياخد هو كمان نفس اللون. طيب لو انا عايز اغير القيمة هنا، اللون هنا للقيمة ديت، هقول له شينج كولر وابدأ الغي الديفولت وابدأ اديله اي لون تاني، واقول له اوكي فيبدأ يغير الشكل. هو خلينا اشوف لون تاني. تمام، وبرضو الباك جراوند كولر ممكن نخليها مثلا ايه اصفر. اوكي،